الخير على احلى المشاهدين مشاهدين قناه الصحه والجمال. النهارده حلقه جديده من برنامجكم المتميز نعم استطيع، وزي كل حلقه ما بقولها نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. النهارده الحلقه رقم 148 من الموسم الثالث. حابه بس قبل ما ابدا اول فقره ليا، حابه ان انا اشكر اهالي المرج على المجهود الفظيع اللي هم عملوه، وعن في تعقيم دلوقتي وبقوا يعقموا المرج، وبقى الاهالي كمان مش الحي بس، لا دي الاهالي كمان بتنزل وبقت حقهم هي تجيب الكرول والميه وهم يعقموا، فدي حاجه حلوه جدا ومشرفه لاهل المرج، وانا فخوره ان انا من المرج بسبب اللي هم بيعملوه ده. وكمان حابه ان انا اشكر رئيس الحي على المجهود اللي هو بيعمله، وعن رسالتي اللي وصلت له، وعن الزباله اللي هي اتشالت وبقى في حملات بتتشال الصبح وبالليل، فبجد حابه اشكره جدا على الموضوع الفظيع ده. وحابه في حاجه كده في رمضان حصلت اللي هي الموائد الرحمن اتمنعت، بس دلوقتي بقى ظهر حاجات حلوه جدا في الاهالي. اهالي مصر عملوا ايه؟ عملوا ان في وجبه مكتوب فيها خد فطارك وافطر في البيت، دي بتبقى عبارة عن طبق كده مغلف فيه الأكل، رز وفيه فراخ وفيه بطاطس، وبتبقى وجبة مغلفة جدا وحلوة جدا. فأنا حابة بجد أشكر أهل مصر، حابة أشكرهم على الخير اللي هم بيعملوه، اللي هو رغم اللي احنا فيه، لأ احنا لسه فينا خير، لسه في خير موجود في مصر. بجد شكرا جدا لأهل مصر. في كمان معايا فقرة عن السوشيال ميديا، ودي أنا حابة أتكلم عنها بصراحة بطريقة يعني مختلفة شوية. حابة أتكلم عن الإيجابيات اللي فيها، وخصوصا عن التيك توك. في فيديو كده هيظهر معاكو هنتكلم فيه، هتشوفوه الأول وبعد كده هرجع لكم تاني. هو الفيديو طيب، هو الفيديو قبل ما يظهر انا بس حابه اشكر الممثله اللي هي عملته، استاذه هيزي. دي ممثله بجد هي حبت ان هي تبين موضوع السوشيال ميديا بطريقه مختلفه، حبت ان هي تعرض لكم التيك توك اللي هو دلوقتي بقى موجود كلنا وكلنا عمالين نتفرج عليه وكلنا بنعمله وبيحصل فيه حاجات كتيره قوي. تمام، هنعرض الفيديو ونرجع مع حضراتكم تاني. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علامها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعينها تملي صحيا، وعينها طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم علامها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعينها تملي صحيا، وعينها بكل ناحية. طبعا احنا شفنا الفيديو، انا دلوقتي بجد حابة اشكرها جدا عن الفيديو اللي هي عملته ده، اللي هي دلوقتي بتقول لكم شوفوا ده اللي احنا بنعمله، ده الفكرة من التيك توك، مش الفكرة من التيك توك اللي انت تطلعي وتعملي استعراضات وحاجات والحاجات السلبيات اللي احنا بنشوفها كلنا وكلنا عارفين ايه اللي انا بقصده. تمام، في كمان ممثلين كتير قوي بيعملوا الحاجات دي، ودي حاجات حلوة جدا، ومش ممثلين بس، لا في كمان بنات شابات بيعملوا حاجات حلوة قوي. في البنت اللي بتعمل كاركتر ممثلين بالميك اب بحاجات كده بتعملها في وشها بتبقى شكلها حلو قوي. في كمان
مغنيين بيغنوا فيها، بيظهر موهبتهم. في حاجات كتيرة قوي على التيك توك فيها إيجابيات غير السلبيات اللي احنا بنشوفها، غير الحاجات كتيرة قوي احنا عمالين نشوفها كتير على السوشيال ميديا عموما، يعني مش التيك توك بس. ايه انا بجد حابة اشكرها جدا عن الفكرة اللي هي عملتها دي، ويا رب يا رب يا رب يبقى مثل مشرف لينا كلنا ان احنا نعمل حاجات حلوة زي كده. والممثلين اللي طلعوا دلوقتي برضو بقى يعملوا حاجات حلوة، زي احمد حلمي عامل برضو فيديو حلو قوي على التيك توك جميل. حابة بقى اتكلم عن فقرة مهمة جدا عندي النهاردة، وهي عن المرأة المطلقة وعن المرأة الألمانة. في كتير قوي في حياتنا ستات كتير قوي متطلقين، كتير قوي من الناس بيقعدوا يتكلموا عليهم انت مطلقة، لا يبقى انا مش هقعد معاكي عشان انت مطلقة، ما ينفعش. مع ان المطلقة دي ممكن تبقى هي مرت بحاجات كتيرة قوي، مرت بمشاكل كتير احنا ما نعرفهاش. دايما دايما اول ما الست بتتطلق الكل بيجي عليها انت غلطانة، اكيد انت عملتي حاجة عشان يطلقك، اكيد لا هو مغلطش. وده بيبقى غلط. احنا بنسبة 85% نسبة الطلاق، انتوا متخيلين يا جماعة ان الطلاق بقى عالي جدا، نسبة عالية جدا في مصر. وكمان نسبة الجواز من الاطفال، يعني انا دلوقتي بشوف اطفال عندهم 15 17 سنة بيتجوزوا وبيطلقوا بعديها بسنة. طب ما هو ده غلط، يعني دي حاجة في حد ذاتها غلط ان احنا نعمله. كمان اول ما بتتطلق، مثلا لو انا صاحبتي متجوزه واتطلقت، اهلي لا مينفعش تخرجي معايا عشان دي مطلقه، الناس هتتكلم عليها، دي عيب. مع ان هي بتبقى مرت بظروف صعبه، اهانه، ضرب، شتيمه، كل حاجه، كل حاجه هي بتبقى مرت بيها، واحنا ما بنفكرش في ده. مع ان هي عشان بيبقى معاها عيال، وده بيبقى سبب اكبر ان هي ما تتطلقش، لكن لما بتتطلق بيبقى كان لازم ان هي تتطلق، لان خلاص جت على كرامتها كتير، وده بيبقى غلط. احنا بنشوف حاجات كتيرة قوي، بنشوف الست مضروبة متعورة ونقول لها استحملي عشان ولادك، بس ده غلط. معلش انا ما بقاش عايشة مع واحد ويضربني وافضل عايشة معاه. وانا ما بقولش ان الرجالة كلهم وحشين، بالعكس، يعني في ناس كتير قوي كويسين، او خصوصا الناس اللي حواليا زي خاله زي بابا الله يرحمه، كل دول بالنسبة لي كويسين جدا. هخش عن المرأة المطلقة، وده بقى ايه موضوع مهم جدا. دي ما بتبقاش اختارت بقى بإرادتها ان هي تنفصل عن جوزها، ده ربنا خد الأمانة بتاعته وروح. ربنا كان خلاص قراره تلزم ان هي هو بقى يتوفى، تبقى حدد بقى بمشاكل كتيرة وظروف كتيرة قوي، بالذات بقى من أهل الجوز يقعدوا يهاجموها كتير. ولو كانت بتلبس لبس، يعني معلش لبس الكاجوال اللي احنا بنلبسه، ومجرد ما جوزها مات لا انت لازم تلبسي اسود، انت لازم ما تخرجيش من البيت اصلا، انت جوزك مات انت بتكلمي ده ليه، لا 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 ما ينفعش ما ينفعش تخرجي. طب يا جماعه اخرتها ايه؟ معلش يعني هي كانت بتعمل كده ايام جوزها، ايام جوزها كانت عايشه حياتها كده، خلاص هو توفى خلاص هتكمل روتين حياتها. انا بجد مش عارفه، يعني مش عارفه اقول ايه غير ان هو احنا مجتمعنا في الحته دي بالذات بيبقى قاسي قوي مع المراه، وعشان كده بنقول ان احنا في مجتمع ذكوري شويه بسبب اللي بيحصل ده. يعني بتبقى هي خلاص عاشت حياتها بعد ما جوزها توفى، وعلى فكره هي عادي يعني ممكن تتجوز، لكن لا انت ازاي هتتجوزي انت جوزك ميت وعندك عيال؟ انا مش مع الفكره دي خالص. انا عندي اهل بابايا الله يرحمه، يعني ساعدونا في حاجات كتير قوي بعد وفاة بابا، وبقوا يعني يساعدونا في حاجات كتيرة جدا، يعني بجد شكرا لاهل بابا جدا. مش حابة بس قبل ما اختم فقرتي، حابة ان انا اقول لكم لو انت عندك حلم حاولي تبقي وراه، حاولي تسعي ورا حلمك، حاولي تجري ورا حلمك، حاولي ان انت انا شايفه ان انا هبقى حاجه في المستقبل ما يهمكيش كلام الناس. مش عشان انت مطلقه هتقفي تقولي لا انا اتطلقت خلاص انا مش هينفع خلاص حياتي كلها اتقفلت عشان انا اتطلقت، لا انت احلمي واسعي عشان تحققي حلمك، لازم تسعي عشان تحققي حلمك كويس. حابه قبل ما اختم حلقتي حابه اشكر استاذ وليد
عن المجهود اللي هو بيعمله معانا وعن اللي هو بيحاول يساعدنا عشان حلمنا. نشوفكم في حلقة جديدة برنامجكم نعم أستطيع. والنور لا